تتذكر الحسون وأنثى الدغناش مع بعض. هاي أول تجربة بالنسبة لي، وراح أشوف المستقبل إن شاء الله شو راح يصير. أتذكر تزوجت السنة الماضية مع أوسا الكناري، جاب لي 4 فراخ. كلهم راحوا وهذا راح، أعطيته هدايا لأصحابي. يمكن إذا تدوروا في القناة راح تلاقوا فيديو خاص بالتهجين تبع الحسون، هو ابن الحسون هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجوكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والسبسكرايب.